هبتدي حلقتي بموقف الحقيقه احنا بنشيد بيه جدا. يعني انتوا تابعتوا على شاشه قناه النادي الاهلي اول امبارح. معلش انا يعني استاذن حضراتكم ركزوا معايا، احنا اول امبارح كان مباراه الاهلي والزمالك في الكره الطائره سيدات والتي اقيمت على الصاله رقم 2 في استاد القاهره، واللي انتهت بفوز النادي الاهلي بنتيجه 3-1. كانت حكم المباراه الحكم الاول كابتن اماني محمد راشد، على فكره من احسن الحكام المصريين بامانه، يعني خلينا نتكلم وندي لكل حد حق. فجت في النقطه يمكن كانت 25-24 على ما اتذكر، لا 25-24 على ما اتذكر، وكان في نقطه واضحه كان جيم بول، يعني خلاص لو كسبناها ناخد الماتش كله الجيم ده وناخد الماتش كله، كانت النتيجه 2-1 ساعتها في الاشواط، ولم توفق كابتن اماني في قرار اخذته، والحقيقه احنا كنا كلنا شايفين هذا القرار، وكنا في الاستوديو وقلنا ان الكره جوه، هي قالت انها بره، حتى الحكم الثاني راح قال لها الكره كانت جوه وهي قالت لا الحكم بره، في اعتراض لكابتن حمدي الصافي اديته انذار. يعني اللعبه دي ترتبت بعد كده ان نادي الزمالك تعادل وطلع على النادي الاهلي 26-25 وكان اقرب للفوز لولا ان البنات جمعوا نفسهم، كابتن حمدي الصافي طلب تايم اوت، رجعوا تاني للمباراه خدوا نقطتين ورا بعض فازوا بالمباراه. يعني قصدي اقول ان كره زي دي كانت ممكن تخسرك، مش الجيم كان هيبقى 2-2، كانت ممكن تخسرك المباراه، كنت ممكن تخش جيم خامس ومحدش يعرف ايه اللي كان. كابتن اماني عملت حاجه في منتهى الجمال بامانه، حاجه من شيم العظام زي ما بيقولوا، او شيم الناس اللي فعلا عندهم مبادئ. انا بقول يعني دايما احنا هاجمنا الكوره وقلنا عدم توفيق كبير من الحكام، ولكن لما يصدر من كابتن اماني بعد المباراه اعتذار، نزلت اعتذار على صفحتها على السوشيال ميديا الحقيقه عن هذه الكوره، خلينا نشوف كابتن اماني قالت ايه وهسيب لكم الحكم. اشكركم، دي التويته بتاع كابتن اماني، قالت في البدايه هذا لاننا بشر لسنا مثاليين واحيانا نخطئ، فاذا ادركنا اننا ارتكبنا خطا من غير قصد او تعمد فيجب الاعتذار، ثقافة الاعتذار ليست دليل فشل فعلا، وإنما هو اعتراف بالخطأ ليس إلا. أعتذر لاتخاذي قرار خاطئ في نهاية المباراة قطبي الكرة الطائرة النسائية بين ناديي الأهلي والزمالك، ولكن كان عن دون قصد أو تعمد، وإحنا الحقيقة مصدقينك يا كابتن أمين، وليس له أي انتماء أو اعتبارات أخرى، واعتقادي وقتها أنه قرار صحيح وليس خطأ، فما هو إلا سوء تقدير في اتخاذ القرار الصحيح. مبروك النادي الأهلي الفوز المستحق، حظ أوفر للنادي الزمالك الذي قدم مباراة تليق به في ظل الإصابات، وبالتوفيق للجميع، المكسب الأكبر لمنتخب مصر للكرة الطائرة إن شاء الله. ده الكلام اللي قالته كابتن أماني محمد راشد الحكم الدولي الكبير. طيب أنا بس عايز أقول حاجة، إحنا يعني 100% متأكدين ده كان عن غير قصد، حتى لو كابتن أماني كانت ما كتبتش كده، ولكن احنا هنا بنحيي الحقيقه كابتن اماني، وان احنا لما قلنا ان الكره دي كانت جوه مش من باب ان احنا بننتقد عشان انتقاد ان النادي الاهلي دايما يعني شايفينه او عايزينه يكسب او لا، احنا كنا شايفين كتكنيكال وضيوفي كابتن نادي ايمن وكابتن منى عدلي كانوا شايفين ان الكوره مش كره جوه، وفي صور اتحطت كابتن احمد صلاح اتكلم عنها وكباتن مصر قالوا انها جوه، ده بالاضافه اصلا انها تاتش من ملكة اللعيبة المحترفة في صفوف نادي الزمالك. ولكن على كل حال احنا اتكلمنا على الكرة دي وقلنا ان الكرة دي كانت ممكن بناء عليها النادي الاهلي يخسر الجيم او يخسر الماتش كله، ولكن اللي عملته كابتن اماني ده يستحق الثناء، ويا ريت يعني يا ريت كل حكام مصر في كل الالعاب، ما بقولش ينزلوا اعتذارات لان كده الدنيا هتفتح الآن، بس على الاقل يحاسبوا انفسهم قبل ان يحاسبوا. انا ما بقولش حاجه يعني انا احنا بنحيي حاجه زي كده، وحتى والله يا جماعه شوف انا اقول لكم حاجه، حتى لو النادي الاهلي كان خسر هذه المباراه وده وارد مكسب وخساره وكانت نزلت هذا الاعتذار كان هيبقى واقع عليا انا مش هتكلم بالنيابه لحد، بس انا بتكلم على هيثم اللي هو يعتبر مشجع من مشجعين النادي الاهلي درجه ثالثه، لو احنا كنا خسرنا هذه المباراه وهي قالت يا جماعه انا لم اوفق في اتخاذ هذا القرار، انا بالنسبه لي نفس الواقع كان هيبقى عليا لو كنا كسبنا زي دلوقتي واحنا كسبانين المباراه، لان كل الناس اشادت بادائها واحنا اشدنا باداء الحكمه والحكم الاول والثاني واللاين وحكام الخطوط كل في استوديو وكلنا اشدنا بادائهم، فاحنا مش هنمسك الناس الغلطه على الواحده، ولكن نفس واقعها لو كنا كسبنا بالاعتذار
او لو كنا خسرنا والاعتذار، ولكن ده لو دل فبيدل ان احنا قدام شخصيه تستحق الثناء. كابتن اماني بنشكرك وبنتمنى لك التوفيق، كلامك في محله وتمنياتك لمنتخب مصر هي تمنياتنا ان منتخب مصر يكون هو المستفيد الاكبر بالروح والمستوى الكبير. واحنا في الاستوديو هنا قلنا النادي الزمالك قدم مباراه جيده بالمناسبه على فكره، قلنا نفس الكلام اللي كابتن اماني قالته، ولكن النادي الاهلي استحق الفوز، يعني قلنا نفس الكلام اللي هي قالته. فاحنا بنحيي الحقيقه كابتن اماني، وانا حبيت استهل الحلقه بالتويته دي او بالبوست ده من كابتن اماني عشان القدوه لازم تتحط في برواز. وعلى فكره كابتن اماني انا اسمع ان هي صيدلانيه وان هي يعني على قدر كبير من الثقافه والعلم، فمعنى كده ان ده يعني دي شيء من العظماء، والاعتذار ابدا لازم يكون عندنا ثقافه الاعتذار. ويا رب حكامنا كلها مش عيب تتعلم، مش احنا بنقول يعني انتوا غلط فتعلموا، لا بنقول لما يبقى في حاجه حلوه نتعلم. انا لما بشوف حاجه كويسه من حد اصغر مني او حد انا مش في مجالي بتعلم منه، مش عيب. كابتن اماني ضربت مثال للحكام، حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا.